ليلى معموري من سليانة. شنو هي الاسم؟ ليلى معموري. ليلى من سليانة. سمعتنا اليوم ولا البارح قلنا على الريشارج 10,000؟ لا سمعتكم من البارح. من البارح سمعت. سمعت من البارح وكلمت اليوم على 10,000. قعدت تستنى. علاش ما كلمتش البارح ليلى؟ البارح طلبت. باهي دونك تحاسب مع العدد خاطر قالوا لي ما كلموش نساء البارح ولا نخطئ شنو؟ ليه هاكا فما شكون ربح البارح واتصل قالت لك اتصلت وما ربحتش. باهي ليلى باش تربح ال 10,000 لازم تجاوب على السؤال اللي عند العجيمي. برجو ليلى نصعبوا عليها. اي. باهي ليلى. نعم. باش نسلك سؤال كان تجاوب عليه بالصحيح ركز مليح. اي. وركز مع صوتي مليح. باهي. ليلى سي انت اش تعمل في الدنيا قبل ما نشوفوا السؤال باش ما نبعدوش عليها على الخدمة نتاعها. اي. نخدم فلاحة مع بابا. شنو تخدم؟ فلاحة مع باها. تخدم فلاحة مع ابوك غديكا في سليانة. ايه. برافو. باهي. قداش عندك تخدم في الفلاحة هذه؟ عندي 6 سنين نتذكر القراية. 6 سنين باهي. أنت معرسة ماكش معرسة سيليباتير. لا راه صوتها صغير. قد ايه عمرك ليلى؟ 24 سنة. 24 سنة. باهي. إن شاء الله ليلى وربي يفضلك الوالد. هاك عرفت هي اش تعمل؟ قد ايه عمرها؟ عطيها سؤال. سؤال. ليلى ركز معايا مليح. ركز مليح مليح خاطر احنا ماشيين ونصعبوا. ليلى. نعم. انت قديش عندك تخدم في الفلاح؟ 6 سنين. اوه برافو ليلى. برافو ليلى. برافو. برافو ليلى. عندي ليك انا. بنت الفلاح. حليلي من عيني. بلا عزة. بلا عزة. بنت الفلاح. حليلي من عيني. قال له كجة وقال له جكة وشكون الاخر. وانا بعيد بجة. بجة. ما نعيشش مرتاح. وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح. حليلي من عينيك. يا بنت الفلاح. اسمعها ابوك ليلى معاك ولا ليلى؟ قاعده تشتح. قاعده تشتح. باهي مازال سؤال اخر ليلى. نعم. باهي اعطيني تعريف الري قطره قطره. ري ويبقى. برافو ليلى. برافو. برافو على الصراحه. برافو على الصراحه. اما لازم سؤال حتى ما علوش ومش عندها ما عنديش خاطر الماء في البلاصه نسكن فيها. اوكي واضح واضح ان شاء الله على قريب. علاش وين انت ما فهمش ماء؟ كليانه روحيه. غد في الروحيه؟ اي. فمش ماء غادي؟ كيفاش؟ ما فهمش منطقتنا ما فيهاش ماء. ما فهمش ماء. ما فهمش ماء صالح للشراب معناتها. لحظه لحظه. ما فهمش. كيفاش تعملوا؟ ديال ما نمشي نجيبوه بالدراكتور يمشي 4 سوايع. تونس 2021 هذي هكا تو الوضعيه هكا تو بالضبط. بجرب ذي بالحق معناها الناس اللي تسمع لي الناس اللي تسمع والناس اللي موجودة في السلطة والناس اللي تحكي انها طورت في تونس من الثورة لليوم في سليانة اليوم في الروحية ماهمش الماء الصالح للشراب ويمشي 4 سوايع باش يجيبوا الماء. قداش تقعد بالليل؟ 4 سوايع قالت. توا في السخانه هذه كيفاش تعاملين؟ معناها تخرجوا صباح بكري باش تجيبوا الميل على نهار كامل ولا كيفاش عاملين بالضبط بالليل؟ اي يمشي صباح بكري في الدراكتور ويجيبوا سني زاده جوج جفاف. يا رسول الله. توا الماء نقص عليها برشا. قداش بعيد ليلى؟ انا غلطت قلت 4 سوايع. 4 قد ايه؟ 4 سوايع بالدراكتور يبقى يمشي. 4 سوايع تراكتور. 4 سوايع تراكتور يقعد يمشي. اوكي 4 سوايع السخانه هذه. اوكي. تسمعوا اللي قاعدين تعاركوا في المجلس ولا تسمعوا يا ديمقراطي والاخرى ويا درشنية؟ معنا تونس 2021 هذا راه بالزهر تليفون نضحكوا نلعبوا. اكتشفنا انه في الروحية فماش ماء 2021 اللي البنية كل يوم يعملوا 4 سوايع في السخانة هذه باش يجيبوا ماء صالح للشراب بالتركتور. بالتركتور معناتها ديجا حتى باش يعملوا دوش حتى باش يستعملوا ماء في ديارهم ما فماش ماء. هذا تونس 2021 ملا لعب. لا حول ولا قوة الا عمره عمره ما كان موجود الماء ليلى. انت عمرك ما خلطت عليه؟ لا ما كان جنبه. 24 سنة عمره ما كان فما ماء في الروحية. عمره ما كان فما. احنا خرجوا على الروحية، الروحية محافظة شوي فما ماء. ما احنا بعد طلبتوا حكيتوا كلمتوا فما شكون جاي وقال لكم توجي الماء؟ فماش طلعوا كان في الانتخابات. انتخبت انت ليلى في الانتخابات؟ ليه؟ بوك انتخب؟ ايه. راضي على الناس اللي انتخبهم؟ والله مش برشا. توا مش برشا. اذا ربحوا الساعه اللي انتخبهم مش راضي جمله. مش راضي برشا خاطر احنا وقتاش الانتخابات؟ تمثلك كلمه الجنسيه التونسيه في البطاقه تعريف ليلى؟ لا
تصور انا بيدي باش يكون عندي نفس الاجابه لو كان كنت نعيش في نفس السيتوياسيون هذه. معناتها نعيش 24 سنه والله. والبلايف والبلايف هذوكم طارق خرجوا بالحق رجال رجال ونساء نساء وعباد راهي بالحق معناها مواهب متعدده في كل شيء وناجحين في جميع في برشا ميادين. يا احمد يا احمد ورغم الظروف القاسيه هذه معناها رغم الظروف القاسيه عايش خويا. مش هذا الموضوع. مش لازم تخرج عباد طايره مش نورمال. مش لازم معناها على خاطر ما عندهمش دونك لازم يخرجوا منهم. راهو ينجموا يخرجوا منها ناس طيار. هذيا راهو ابسط حاجات باش تعيش. راهو هذيا الماء والذورة هذي من ابسط الحاجات. خلينا من شنو باش يولي وشنو باش يعمل. هذي ابسط حاجات باش تعيش ماء وضوء. وانت تعيش في بلاد 150 ولا 160 كيلومتر على العاصمه تعيش في بلاصه 24 سنه ما عندهمش ماء وضوء. معناتها هي كل يوم في الصباح تعمل اربع سوايع بالتراكتور في السخانه هذه باش تجيب ماء باش تشربه. ميم با ميم موجود في الدار باش للدوش والحاجات الاخرى. اذا عندك طلب من الناس اللي في السلطه اليوم شنو تقول لهم ليلى؟ خاطبهم انت مثلا مباشره. ان شاء الله يكونوا بالماء. هذا مطالبنا وكها خاطر الماء هو كل شيء. لو عندك امنيه شنو هي الامنيه نتاعك؟ والله انا يسمى الماء. هي الأمنية معناها هو الماء أنه يكون موجود إن شاء الله على قريب يكون موجود الماء في سليانة هنا في الروحية. ليلى مبروك عليك الوفاء والأسئلة. مبروك عليك العشرة آلاف في الرشار. إن شاء الله نلقاوك ديما في الاستماع. تسمعنا ليلى ديما؟ أي شكون يعجبك في الفريق؟ العجيمي مروان ليديا؟ شكون أكثر العجيمي ولا مروان ولا ليديا؟ والله الكل خاطر العجيمي نجم يجيكم مثلا يعمل عرض غاديكا مسرحي اللي تقول لك مع النشمي باش يعملوا معرض ويهز معاك يصور ان شاء الله. ولا ان شاء الله شي مسرح يهزوا معاه اخي. لا لا يعمل مسرح الشارع فورسيمون. عملت عروض هكاك في الشارع على كل ليلة. ان شاء الله على قريب تتحل الامور هذيك في سيدنا. شكرا لك اللي كلمتنا وعلى متابعتك لينا. احنا نعتذروا منك اللي بتاتر في الاعلام وما وصلناش قبل الصوت نتاعك ولا صوت العائله ولا صوت الجيران نتاعكم اللي تقعدوا اربع سوايع تمشيوا بالتراكتور باش تجيبوا الماء. احنا نعتذروا منك ولكن ان شاء الله المره هذه ان شاء الله بالصدفة هذه ان شاء الله يوصل الصوت وان شاء الله يكون ماء موجود في الروحية اللي هي 24 سنة عمرها ما شهدت انه فما ماء.